الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله بدل ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد هذه بدء أن أدعو نفسي وإخواني في أول موسم عبادي شهر رمضان المبارك، عشرة ذي الحجة، محرم الحرام، يوم الأربعين، مناسبات أهل البيت عليهم السلام، حقيقة أشكر الله على نعمة البقاء ودرك هذه الفضيلة. كم من الأصدقاء طوال العام ذهبوا إلى ربهم وأيديهم خالية، تعرفون الموتى في القبور يتمنون هذا المجلس، يعطون كل ثرواتهم، يعطوهم مشاركة بكلمة لا إله إلا الله بركعة، وأنت اليوم بحمد الله جئت سالما غانما، هذا يحتاج إلى شكر. اسمحوا لي أنا بين يدي الله عز وجل وأمام مولانا الحسين عليه السلام نقول ثلاث مرات بتوجه إلهي شكرا شكرا شكرا، لئن شكرتم لأزيدنكم. بعد هذه المقدمة لا نطيل، ندخل في صلب الموضوع. حديثنا ليس حول الصيام فقط، حول الصائم. رب العالمين لا يريد منا أن نكتفي بترك الطعام والشراب، نريد منا أن نتكامل في هذا الشهر، ولهذا الأمر لا يحتاج إلى كثير دليل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لأي شيء؟ في اللغة العربية هناك ما يسمى بلام الغاية، بلام العلة. تقول بعثت ولدي للمدرسة ليتعلم، زرعت الزرع لأحصد مثلا. الغاية إذا لم تتحقق معنى ذلك الفعل ذهب هدرا. إنسان يشتري نخلة لتعطيه ثمرة سنة سنتين يصبر عليها، فإذا لم يثمر يقلعها من جذورها، يتخذها أداة للإحراق للتدفئة، يقول هذه شجرة ليست بشجرة مثمرة. إذن والكلمة لعله، ما معنى لعله؟ يعني ممكن نعم وممكن لا. الذي يبيعك الفسيل، فسيل النخلة، يقول لعلها تثمر ولعلها لا تثمر. إذا قال لك لا تثمر ولا تشتري، إذا قال لك تثمر قطعا معنى ذلك أنه من أين يعلم؟ تقول أنت عندك علم الغيب، يقول لعلها تثمر، كلمة لعل. ولهذا بعض المؤمنين عندما ينقل رواية يقول لعل الرواية هكذا من باب إبراء الذمة. كلمة لعل مريحة في هذا المجال في النقل. أعني القرآن دقيق جدا، يقول لعلكم تتقون. هو يعلم أنك تثمر أو لا تثمر، ولكن يقول لعله تخويفا. رب العالمين يقول صم لعلك تتقي، هو يعلم تتقي أو لا تتقي. أنتم بحمد الله تربية المنابر، بعض هذه الوجوه أراها من سنوات بعيدة تحت هذا المنبر وغيره. عندما يقال لعلكم تتقون، التقوى صفة الفم،
التقوى صفة الباطن، التقوى صفة الفرج، أي شيء؟ التقوى صفة القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلب يتقي، القلب يحب، القلب يخاف. شاب يدعي أنه يحب تلك الفتاة، يعني يحبها بوجهه، يحبها بيده، يحبها بقلبه. إذن المشاعر، الحب، البغض، الرجاء، الأمل، كلها من معاني القلب. رب العالمين، هذا الصيام، هذا الترك للشراب والطعام في الواقع مقدمة للتقوى. وإلا إنسان من الصباح بعد طعام السحور يأخذ دواء منوما، لعل البعض هكذا، لا يستيقظ إلا قبل الأذان بقليل، وقد تفوته صلاة الظهرين مثلا. هذا الإنسان صيامه شرعي تماما وكمالا كصيام المرجع، لا فرق. يقول: يا رب، أنا ما أكلت وما شربت، هذا صومي أكملته لك. وعلى بعض الفتاوى إذا أخذت المغذي أيضا، البعض لا يرى أنه مفطر، معنى ذلك ما عانيت، ما تعبت، ولكن الصيام حاصل. والكلام في تحويل الصوم الجوارحي، نحن دائما نقول الجوارح والجوانح، بين الجوارح والجوانح الراء والنون، الجارحة الجانحة، وبينهما بعد المشرقين، يعني صم بدنك لتصل إلى التقوى الباطنية. إذن كلامنا في هذه الليالي والأيام، في هذه الأمسية المباركة، ولا أخفيكم سرا أن من أفضل المجالس هو هذا المجلس عموما. أولا شهر رمضان المبارك عبادة في عبادة، البعض جاء ساعة قبل الأذان، هذا كله في حال عبادة، تنتظر الصلاة مثلا في هيئة المصلي، وبجوار من؟ بجوار بار الرحمة، يعني تعتقد أن الإمام لا ينظر إلينا في هذه اللحظة. تشهد مقامي لا فقط في الزيارة، في هذه الحالة أيضا. وهنا نتفق اتفاقية أخوية كما يقال، قل: يا أبا عبد الله، أنا حضرت حرمك، جلست تحت المنبر في هذه اللحظات، كان بإمكانك أن تكون تحت القبة تصلي وتزور، ولكن نعم زرت وصليت، والآن جلست أمامي. هذا الذي أقوله لأول مرة. قل: يا أبا عبد الله، الكلام من فلان، فلان يتحدث، ولكن اجعل الأثر أنت في قلبي، أريد الأثر. الموعظة من فلان، الاتعاظ منك يا أبا عبد الله. الصوت يخرج من فم فلان، الأثر في قلبي يا أبا عبد الله، بيدك. يا من قلب الحر حرا، جعله حرا، أريد منك أن تجعل هذه الكلمة تنفذ إلى قلبي. أنا أعلم أحد كبار الأولياء، هذا الولي يعرفه باسمه، رأى أحدهم في حال غفلة لعله، قال: ما لهذا خلقنا؟ كلمة بسيطة، يعني خلقنا للبقاء لا للفناء، لا للهو واللعب. طالما سمعنا هذا الكلام أحدنا يتأثر؟ لا، ولكن ذلك الولي لسانه لسان إلهي، جعل هذا الغافل مثلا يتحول إلى ولي من أولياء الله الكبار، ولعله سبقه. نعم، المتعظ سبق الواعظ، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن إخواني أخواتي، الغرض من هذا المجلس أن نخرج بهذه الثمرة، وهذه الثمرة متى تعلم؟
غدا بعد غد ليالي القدر في شهر شوال ليلة العيد يعلم لعلكم تتقون حصل أم لا. أنا في أول ليلة من ليالي شهر رمضان أتكلم ويدي على قلبي خوفي من أول ليلة من شوال ليلة العيد. نحن الآن بحمد الله في أول الطريق، ولكن البعض يأتي عليه شهر رمضان يصوم يقوم ليالي القادر إحياء في اليوم الأول من شهر شوال يرى نفسه أسوأ حالا من أمس، الأمس اليوم الأخير من شعبان. إذن هذا الإنسان دخل مأدبة السلطان وكان جائعا، بقى عند السلطان شهرا ثم رجع يقول آه من الجوع. ماذا تقول عنه؟ يقول أنت ما دخلت المائدة، كنت في ساحة القصر، دخلت المائدة ما أذن لك بالأكل، أذن لك ولكن ما أكلت، أكلت قليلا رجعت جائعا. ولهذا أخواني لست في مقام التخويف والموعظة على المنبر، نريد أن نتكامل. أنا أيضا معكم أنصح نفسي بصوت عال كما يقال. إذن في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك احذروا هذه العاقبة لئلا نكون كما كنا. الإنسان على نفسه بصيرة، مطلب آخر، هناك ما يسمى في عالم الطبيعة في عالم المادة وحدات القياس، المتر، الجرام إلى آخره، هذه وحدات. فلان أطول من فلان بأي دليل؟ هنالك مسطرة يعرفون طوله. فلان كان سمينا كصار نحيفا، الميزان يبينه. كيف أعلم أنه الآن أنا كيف حالي؟ العام كيف كنت؟ والآن كيف أصبحت؟ ألا يهمك هذا الأمر؟ تعلم صرت سمينا، صرت نحيفا في عالم المعنى، صرت طويلا، صرت قصيرا. المقياس إخواني كونوا معي ليس هنالك مقياس واضح، ولكن إجمالا الصلاة مقياسك. بعد السنة من شهر رمضان أيام الحج، البعض ذهب الحج، أيام محرم أقمت المجالس مستمعا، صاحب مجلس، صاحب موكب. نصف شعبان أيام رجب، انظر إلى اليوم، صلاتك كيف؟ هل هي كصلاتك في العام الماضي؟ معنى ذلك أنه لم تترق طوال العام. الصلاة مقياس، واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك، فإن قدرت عليها كنت على غيرها أقدر. هذه أيضا كما يقال ومضات في اليوم الأول. من الومضات أيضا اقتنام الفرص، عليك باقتنام الفرص. ليالي شهر رمضان ليست متساوية، ليلة القدر ليلة مميزة، ليلة النصف من شهر رمضان ليلة مميزة، الليالي البيض 13 و14 و15 مميزة. اليوم الأول والليلة الأولى أيضا فيها تميز، بعد قليل طبعا البارحة انتهت مع طلوع الأذان الفجر، اليوم بعد دقائق ينتهي هذا اليوم. لست في مقام إثارة الأحزان للسنة القادمة، اليوم انتهى، وإن كان بعد المنبر هناك مجال ضيق، هناك صلاة ركعتين في هذا اليوم المبارك، من صلاها حفظ إلى سنة قادمة. كان اللهم صل على محمد. صلاة ركعتين اليوم، من صلاها صلاها بسورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا
وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد ولا دعاء بعده. كم يأخذ من الوقت؟ أقل من 10 دقائق. نعم، لو صليت هذه الصلاة هذا اليوم بعض الحوادث في السنة القادمة رفعت عنك، حادث سير، جلطة في رأسك في قلبك. المهم هذه فرص. أنا حقيقة لا أخفيكم سرا، قبل أن أتي إلى المنبر فتحت المفاتيح، رأيت هذه الصلاة، قلت يا فلان ما أبخسك هذا اليوم، لماذا نسيت؟ وبحمد الله صليتها. أعني اغتنام الفرص، صلاة اليوم، صلاة أول الشهر، حماية من آفات هذا الشهر، كلها صلاتان في هذا اليوم. ولكن لو راجعنا كتاب المفاتيح لصليناها. المهم، والذي يسمع حديث الآن بالبث المباشر أنا أدعوه يترك الاستماع ويذهب يصلي الركعتين، الوقت باقي حتى يضمن السلامة إلى آخر العام، حفظ إلى قابل. قد تقول هذه الرواية صحيحة غير صحيحة، ما لنا وذلك، هكذا وعدنا، كتاب المفاتيح كتاب موثق يعني قابل للاعتماد إجمالا، ولكن يقول يا رب هكذا وصل إلينا ونحن عملنا به. نلملم الحديث، خير الكلام ما قل ودل. إذن اغتنام الفرص، ومنها ساعة الإفطار. أخي الكريم، إياك أن تشرب الماء البارد ولا تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، لعل هذا السلام على الحسين عليه السلام يستنقذك، يصل إلى مقامه. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، وأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، ضمانا للإجابة دفع البلاء. أختمها 3 مرات بدعاء الاضطرار، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف الضر والبلاء عن ولي أمرنا، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.